يقول الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلوم الكيمياء واشتقاقها من كما يكمي إذ سترى وأخفى، ويقال كما الشهادة يكميها أي إذا كتمها. ساهم الكيميائيون المسلمون مثل جابر بن حيان والرازي في الاكتشافات الكيميائية الأساسية، بما في ذلك مثلا أدوات التقطير، حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريت وحمض النيتريك وحمض الخل، الصودا والبوتاس، الماء المقطر، الكحول، وأيضا العطارة والكثير والكثير من المواد الكيميائية والأجهزة. أيضا اكتشفوا الماء الملكي، وهو مزيج من حمض النيتريك والهيدروكلوريك الذي يمكنه أن يحل المعادن الثمينة كالذهب مثلا، وكان مصدر إلهام وخيال الكيميائيين للألفية الثالثة. علم الكيمياء هو من العلوم الأساسية، وكان العرب والمسلمون من أكثر من قاموا بالإضافة إلى هذا العلم. للمزيد في التعليقات وفي طقس العرب، إلى اللقاء.